السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة شرح درس جديد في اللغة الإنجليزية بعنوان New Friends، يعني أصدقاء جدد. أول حاجة معانا في الدرس Listen, Read and Say، اسمع واقرأ وقول. هنشوف الولد ده بيقول إيه. Hello, I'm Sami Shukri. أهلا، أنا اسمي سامي شكري. I'm 13. أنا 13 سنة. My family has moved to Cairo. عيلتي انتقلت للعيشة في كايرو. This is me with my sister, Sally. ده أنا مع أختي سالي. She is 11. هي عندها 11 سنة. She is in the first year of preparatory school. هي في أول سنة في المدرسة الإعدادية. I am in the second year. أنا في ثاني سنة. This is my dad. وده والدي. He meets a lot of people in his job. هو بيقابل ناس كتير قوي في شغلته. My mom Noel, والدتي نوال is 40. عندها 40 سنة. And my dad حسن, والدي حسن is 45. عنده 45 سنة. My father is a hotel manager. والدي هو مدير في اوتيل. And my mother is a scientist at the university. والدتي عالمة في الجامعة. I am with my new friend Ahmed. أنا مع صاحبي الجديد أحمد. We both like computers. إحنا الاثنين بنحب الكمبيوتر. نيجي للجوبس، نفهم كل شغلانة بتعمل إيه. الراجل ده شغال مانجر، يعني مدير. المانجر ده بيعمل إيه؟ I manage all the business of my hotel. أنا بتولى إدارة كل الأعمال في الأوتيل بتاعي. نيجي للساينتست. I work in a science lab most of the time. Also teach. أنا بشتغل في مختبر علمي معظم الوقت وكمان بدرس. I find new medicines for people who are ill. أنا بوجد أدوية جديدة للناس اللي عيانة. نيجي للدكتور. الدكتور. I work with ill or injured children. أنا بشتغل مع الأطفال العيانين أو المصابين. The best part of my job is when they can go back home to their families. أحسن حاجة في الشغل بتاعي لما ألاقي الأطفال اللي أنا بعالجهم راحوا لبيوتهم تاني ولعيلتهم. TV reporter يعني المراسلة بتاعت التلفزيون. To do this job well علشان تعمل الشغلانة دي كويس you must look at the camera all the time. لازم تبص للكاميرا طول الوقت. You must think quickly and speak well. لازم تفكر بسرعة وتتكلم ببساطة أو بسهولة. well يعني جيد يعني. Head teacher يعني رئيسة المدرسين أو أحسن مدرسة أو أعلى مركز في المدرسين يعني. I want all the students in my class to learn new things every day. أنا عايز كل الطلاب اللي في الفصل بتاعي يتعلموا حاجة جديدة كل يوم. نيجي للكلوذس ديزاينر. I have new ideas for clothes. I enjoy designing new things. أنا عندي أفكار جديدة للملابس وأنا بستمتع أصمم حاجات جديدة. نيجي للwords، الكلمات الجديدة اللي عندنا. moved يعني انتقل. preparatory school يعني المدرسة الإعدادية. job يعني شغل أو عمل. university يعني جامعة. hotel manager يعني مدير للأوتيل. scientist عالم. doctor يعني طبيب. TV reporter يعني مراسل التلفزيون. head teacher يعني رئيس المدرسين. clothes designer يعني مصمم الملابس. make WH questions with B. where do you live? I live in Egypt. هنلاحظ هنا ان السؤال اوله ب WH question يعني where do you live. الاجابة هتكون I live in Egypt. what's your name please? برضو اول السؤال WH question. my name is مصطفى. اسمي مصطفى. what are your hobbies? برضو WH question. I like playing football and drawing. أنا بحب ألعب كرة القدم والرسم. What class are you in? أنهي فصل أنت فيه؟ Algebra. أنا في فصل الرياضيات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا وأتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس ومع نفهم نتعلم ببساطة.